من كان مسؤولا حريص جدا على مصلحة بكركة، من قيادة كتائبة ووزير عمل سابق لمستشار البطريرك ماري بشارة بطرس الرائع. بيقولوا عنه دبلوماسي بكل ما للكلمة من معنى، وبيتجنب المشاكل وبيخفف من إثارة الجدل. بدي رحب بالوزير السابق سجعان أزي. مرحبا معك. صباح الخير، أنا كتير سعيد كون معك مدموزيل آية. أولا شيء أنت شخصيا مع فريق العمل وبالصيت المقلع تقليعة صاروخية لبنان الكبير. شكرا كتير، يعني شهادة من التسبيح. بداية، أثناء وجودك بالقوات اللبنانية توليت العديد من المناصب وصرت معك أكيد كتير من الأحداث. خبرني أكثر حادثة غريبة من نوعها بتعتبرها أثارت الجدل عندك. أولا أنا حياتي السياسية هي في حزب الكتائب اللبنانية. نعم. وأنا انضميت إلى القوات انطلاقا من مسؤولية طلب مني حزب الكتائب، ولأنه اللي أسسنا القوات اللبنانية كان بشير جميل اللي كان رفيق الدرب معه، وبقيت كتائبي حتى لمن كنت بالقوات، وأنا وصلت إني يكون نائب رئيس حزب الكتائب، وكنت أصغر عضو مكتب سياسي في حزب الكتائب، وبالقوات كنت مستشار الشيخ بشير، مدير إذاعة لبنان الحر ومؤسسة، ناطق باسم القوات ورئيس الدائرة الإعلامية. وكانت أيام نضال وطني، ورغم أن كنا فريق بالحرب وكنا مقاومة لبنانية، كنت أنا حريص دايما على إبقاء جسر التواصل مع كل الأفرقاء، وأنا قمت بدور ب محاورة ياسر عرفات وأركان المقاومة الفلسطينية، بمحاورة الحركة الوطنية اللي كان رئيسها كمال جملاط، الشهيد كمال جملاط، وكنت كمان حاور طبعا كله هيدا باسم بشير جميل القيادات الإسلامية. نعم. أي حوار تعبك كتير؟ ما في حوار بتعب بمعنى لما بتكوني عم بتحاوري، إنما كان في حوارات تصالي فيها إلى اتفاق، وما يتنفذ الاتفاق لبل يتنفذ عكسه، ويبين إنه الفريق اللي عم تتحاوري معه عم بيحاورك مش تتصالحي أنتو ياه، إنما تيكسب وقت لهضم المعارك أو للاستعداد لمعارك جديدة. وهيدي كانت أكثر شيء الإخوة بمنظمة التحرير الفلسطينية نتفق معهم على شيء، تاني يوم نشوف إنه تفجرت خطوط التماس، نرجع عن جديد نجتمع معهم، وكنت اجتمع معهم بالسفارة الكويتية يلي على بير العبد أو الجناح. وهون في خبرية حلوة مخبرك إياها طالما بدك بعض الأسرار. هون يوم مجتمع بأبو إياد وباس العقل بوجود السفير الكويتي، كان هون البعيجان عبد الحميد البعيجان. وإذ نحن وبالاجتماع بالسفارة الكويتية بيجي أحد مرافقي أبو إياد وبيقول له الصاعقة مطوئين السفارة، بقى معناتها الصاعقة يعني المنظمة كانت تابعة لسوريا، وانه مزعوج النظام السوري من بداية حوار بين حزب الكتائب والقوات من جهة ومنظمة التحرير الفلسطينية وبالتحديد منظمة فتح. فأنا حسيت بالخطر لأنه مطوئين يعني بدهم راسي بهالاجتماع هيدا، ما بدهم راس. نعم. أبو أياد بقى كيف بدنا نظهر، وأنا كنت جاي من الأشرفية ومعي حرس من الأمن العام، كان وقتها مدير عام الأمن العام الله يرحمه الأمير فاروق أبو اللمع، كان عندي حوالي 8 عناصر معي. إذا ظهرت بدهم يشوفوني،
بقى قلت له للسفير البعيجان، قلت له وين السيارة الرسمية؟ قال لي بالباركينج. قلت له أنا بعرف إنه السيارة الرسمية ما بينحط عليها العلم، علم الدولة، إلا إذا كان السفير فيها وبمهمة رسمية. بقى اليوم في وضع استثنائي، الضرورات تجيز المحظورات، في عملية أمني بدأ بقى اعمل معروف، حط هالعلم على على السيارة وأنا بطلع فيها وحدي من البارك. وهيك صار، حط العلم على سيارة البويك وقتها سودة وأنا طلعت فيها وحدي. الشباب الصاعقة، عناصر الصاعقة المسلحين، شافوا أنه المرفقين تبعي بعرهم قدام السفارة وحسبوا أني أنا بعدني جوا. بقى وصلت على الأشرفية، من بعد ما وصلت على الأشرفية تلفنت للشباب أنه أنا وصلت، رجعوا. بقى جنوا جنون وقتها كيف عملت هالعملية وزمطت. ما كانت تخوفك هيدي العمليات؟ يعني هي التهديدات عفوا اللي كنت تلاقيها؟ بتخوف طبعا، بس اللي بيكون أخذ على عاتقه عهد المقاومة والنضال ما بيعود يسأل على هالأمور. اليوم أنا بتسأل كيف بعدني طيب؟ أنا انخطفت، أنا انحبست، أنا أصبت، أنا قاومت ومرت علي ظروف أمنية كتير صعبة. طب ليه؟ وصار علي محاولة اغتيال من الأقربين أكثر من الأبعدين لأني كنت ضايق، والحمد لله أنه لازلنا قيد الحياة. أي محاولة من الأقربين؟ هيدي وقت اللي صار الصراع بين الدكتور سمير جعجع وال الله يرحمه الوزير السابق إليح بيئة، صار في صراع وإليح بيئة وضع إيده على جريدة العمل التابعة لحزب الكتائب، وقاموا تسلمت أنا لها الجريدة. وهدفي من تسلم الجريدة ما كان البحث عن منصب، إن قلت أنا إذا تسلمت الكتائب لها الجريدة اللي هي ناطقة باسم حزب الكتائب، على القليلة أنا بحافظ عليها، ما بخليها انه تكتب ضد حزب الكتائب. بقى رغم هيك انا ومسرب على البيت من عشية، انا ونايم تجي ار بي جي على بيتي، رزمه انه يعني الحظ كبير انه انضربت هالصاروخ الأزيفة بحافة الشرفة عوض ما تفوت دغري على غرفة النوم محل انا نايم. هي أول محاولة. هي طبعا ما كانت من لا من فتح ولا من حزب الله، ما كان موجود حزب الله بعد، ولا من الإسرائيلية، كانت من جماعتنا. بعدين تاني يوم جيت على جريدة العمل من عشية قاعد بالمكتب، بدق لي سكرتير التحرير بيقول لي استاذ شو بدنا نحط نونشات الليلة؟ قلت له يلا جاي لعندك. بترك مكتبي وبمشي بالكوريدور تا اجي لعنده، بتجي ازيفي على الكرسي اللي كنت قاعد عليها قبل بكم ثواني. هيدا جريدة العمل بيومتها كانت على اول جسر الكرنتينا، يعني الازيفه اجت من جهه برج حمود، كمان ببرج حمود ما كان في منظمه الفتح ولا منظمة الصحة. طب ما كان حدا يتواصل معك من بعد التهديد، من بعد هودي الاغتيالات؟ لا، كانت العلاقه مقطوعه كليا، ما عاد في. بقى اذا تعرضنا لعده محاولات، وفي قصص الحرب كثيره، مش وقت ب 20 دقيقه نخبرك. نعم. كيف بتوصف مهامك السابقه مع الرئيس السابق امين جميل؟ هل جمعتكم الصداقه ام المصالح الشخصيه؟ لا، انا علاقتي بحزب الكتائب كانت مزدوجه. علاقه ككتائب بحزبه، وأبوي كان من مؤسسي الكتائب بكسروان وأسس أول قسم وكان رئيس الكتائب بكسروان والفتوح، وبالتالي أنا انشأت مثل ما قال الشيخ أمين بالمعمودية اللي من تعمدت بالميرون كان في كتائب، وإذا كنت كتائب. وبعدين كان في علاقة خاصة نشأت مع الشيخ بيير وخصوصا مع بشير، لأنه أنا أحد ثلاث أشخاص بلشنا مسيرتنا مع الشيخ بشير جميل، كنا ثلاثة، كان في أنا والوزير السابق روجي ديب
والدكتور ألفريد المهندس ألفريد ماضي يلي بعدين صار رئيس مكتب القوات بواشنطن. نحن أول ثلاثة بلشنا المسيرة مع بشير جميل، فكان في علاقة كمان ودية مع عائلة جميل. طبعا أنا كنت من رفاق بشير، ما كنت من المقربين للرئيس أمين جميل أو للشيخ أمين، ما كان بعد صار رئيس، ولكن كان في ود واحترام كامل، وأنا من القليلين يلي ما كنت أدخل في الصراع بين بشير وأمين. ولمن صار الرئيس جميل رئيس جمهورية صار في سوء تفاهم حول دور الكتائب ودور القوات، وما كان في علاقة بيني وبينه طوال مدة الرئاسة. ورجعت العلاقة بباريس، لأنه أنا كنت بهالفترة صرت بالمنفى بباريس من 85 للألفين 2002، كنت ساكن بباريس 15-16 سنة. بقى لي من ترك الرئيس جميل باريس كمان نفي إلى باريس من قبل القوات والجنرال عون، رجعنا التقينا ب 92 لمن قاطع الانتخابات، وبلش مشوار صداقة شخصية بينه وبيني، وكنا يوم ايه يوم ايه نشوف بعضنا بباريس ونسهر مع بعضنا ومع مرته المدام جويس ومرتي دانيا. اذا نشأت صداقة قوية، ولمن رجع كمان بقيت حده، ولمن صار هو رئيس الحزب انا صرت نائب رئيس الحزب، وبقينا على حسن علاقة لغاية ما اختلفت على دور الحزب وخياراته السياسية، لأن الشيخ سامي اللي مستلم الحزب صار بده فكر، أنا ما عم بنتقده هون بس عم بقول الخيار تبعه، أنه أنا بدي انتقل من الخيار مع حلفائي السياسيين التقليديين التاريخيين إلى الرهان على المجتمع المدني. من هون ولدت فكرة الاستقالة من الحكومة اللي نحن كنا ثلاث وزراء. فقلت له أنا راسج عن أزي ما بينباع للمجتمع المدني وترفضت الاستقالة. كنت بدي أسألك عايدة سؤال، هل كنت ضد قرار النائب سامي جميل؟ طبعا، وإلا كنت استقلت. طب خبرنا، والخلاف ما كانت على الاستقالة، الخلاف كان قبل الاستقالة على الخيار السياسي للشيخ سامي. الشيخ سامي ويمكن كشاب طالع اعتبر أنه بده يخلق كتائب من نوع آخر، وانه بده راهن على المجتمع المدني ويخلق علاقه معهم على حساب علاقه الحزب مع حلفاء التقليديين. انا ما كنت مؤمن بهالشيء. ليه؟ لانه كل حزب عنده اختصاص، مثل بالصحافه بيبقى فيه صحافي اقتصادي، صحافي ثقافي، صحافي سياسي، صحافي سياسي خارجي. حزب الكتائب انخلق تيكون حزب نضالي ومقاوم من اجل لبنان، مش حتى لا يكون حزب يعطي الأولوية لقضايا عابرة مثل قصة النفايات وقتها وخيمة برج حمود. نعم، شو صار نقاش بينك وبين النائب سامي جميل؟ لا، هيدا نقاش أخوي، وأنا بعده لهلأ الشيخ سامي خيي وبحبه، ورجع نوع من الاتصال قائم معه، ورجع الاتصال كمان. متى آخر مرة تواصلته شخصياً أو هاتفياً؟ وقت الانتخابات النيابية. كان بدك تترشح؟ لا أبداً. طب شو كان موضوع الاتصال؟ لا، والاتصال كان موضوع وقتها حكينا عن موضوع الخيارات يلي ممكن يصير في تحالف فيها ببعض المناطق اللبنانية بالشمال، وكان حديث كتير ودي. أنا لا، أنا قصة الانتخابات النيابية ما بتعنيني، يمكن أنا بكل تواضع يمكن فيني يكون نائب ناجح، ولكن أنا مرشح فاشل. ليه أنا مرشح فاشل؟ لأنه أنا نمط حياتي لا يلتقي مع نمط حياة المرشح يلي بده يبرم الضيع، يلي بده يحضر عشا النادي وعشا الكنيسة وعشا الجامع وعشا الجمعية وهالقصص هيدي، أنا مش هيدي. شو صحة الحديث أنه الفاتيكان طلب من البطريرك الراعي الاستقالة بنهاية العام؟ أي عام؟ هلأ هيدا ما جدية هيدا الموضوع؟ أولا الخبر عاري كليا، يعني نحن مش أمام بطريرك جديد في بكر. أولا الخبر عاري كليا عن الصحة، أولا. ثانيا
البطرك الماروني ما بعينه الفاتيكان. البطرك الماروني عنده شخصيته المميزة والطائفة المارونية عنده شخصيتها المميزة. عندنا علاقتنا اللاهوتية مع الفاتيكان، ولكن قيادتنا تقرر في لبنان. الفاتيكان بيعطي رأيه ولكن ما في يفرض رأيه، وأنا كماروني برفض. يعني غير الله ما بيكون عنده مونة على البطريركية. نعم. أول لقاء جمعك بالبطريرك الراعي وين كان وكيف كان؟ أنا بعرف البطريرك الراعي كان بعده كاهن، كنت أنا مدير إذاعة لبنان الحر وكان مركزها بأدونيس بكسروان بزوق مصبح، وكان هو كاهن رعية مارشربل بأدونيس، وكنت التقى فيه دايما. بعدين أنا تركت وقتها وما عاد شفته إلا رجعت لهوني بالألفين وشوي، وكان هو صار مطران على أيام البطرك صفير. نعم. وكمان اتطورت هالصداقة، ولما انتخب بطرك كان الرئيس الجميل وأنا أول ناس وصلوا للتهنئة، وبقيت العلاقة عادية جدا لغاية 2019. تفاجأت انه باحدى عظاته بيستشهد بفقرة من مقال انا كاتبه بجريدة النهار، فتلفنت وتشكرته انه بترك عم بيستشهد بفقرة من مقال سجعان، وهيك بلشت العلاقة ونميت وصار في ثقة قوية متبادلة ونتشاور بالأمور اللي بتستحق التشاور. سهل التعاطي معه أو صعب للبطريرك؟ البطريرك رجل دين وبالتالي سهل التعاطي معه، ولكن أنا صعب التعاطي معه. شي مرة شي حادثة صارت بينك وبينه؟ حادثة سلبية؟ لا أبدا. لا ما بحكي سلبية أبدا. البطريرك أولا شي، هو البطريرك الراعي رجل عنده حس اللياقة أكتر ما بتتصور. يعني هو بيقوم بضيفك القهوة، هو بيقوم بيعطيك فنجان الشاي، بتكوني أنت قاعدة مثلا بيشوف الساعة أكلت اتعشيت إلى آخره. وبعدين في وحدة تفكير، هذا اللي جمعنا في وحدة تفكير. يعني بتسألي أنت هلأ لغبطة البطرك شو رأيك اللي عم بيصير بهالموضوع؟ بيعطيكي جواب. تيجي لعندي بتسأليني شو رأيك بهالموضوع؟ بيطلع الجواب زيته. ليش قررت تكون من مؤسسين إذاعة لبنان الحر؟ شو عنالك هيدا المنصب؟ لا أنا أساساً جندي، مش بولاية الفقيه، جندي بحزب الكتائب اللبنانية. أنا جندي بحزب الكتائب اللبنانية وبالقوات، كنت عيان بشير جميل. أنا كنت بالقوات عيام بشير جميل، والقوات عيام بشير جميل ما كانت حزب، كانت بتضم كل الأحزاب والقوى المجتمع المدني يلي عم تشترك بالمقاومة، ما كانت حزب يعني. وأنا كنت بهديك الأيام، أنا صحافي أساسا وأنا عامل علوم سياسية باليسوعية، وأنا تلميذ كنت بصف الفلسفة بعدني، كنت دجا صحافي بجريدة العمل اللي كانت تصدر عن حزب الكتائب. ولما بلشت الحرب بال 75-76 فتحنا إذاعة صوت لبنان، وطلعت مع الأستاذ جوزيف الهاشمي اللي صار وزير فيما بعد، وفتحنا إذاعة صوت لبنان، وأنا كنت رئيس قسم الأخبار، وكان ماشي الحال. لما فات السوري سنة 76 إلى لبنان، حزب الكتائب والجبهة اللبنانية قررت أنه القبول بقوات الردع السورية. بشير جميل ونحن رفضنا هالعملية هاي. فإذاعة صوت لبنان الناطقة باسم حزب الكتائب ما كانت بقى قادرة تعمل حملات ضد الوجود السوري وتجاوزاته، إذا صار بدنا صوت إعلامي آخر. فقرر بشير جميل يفتح إذاعة جديدة، إذاعة لبنان الحر. فطلعت أنا وأسستها وفتحتها بداير بأوضة تحت السندياني، وبلشنا فيها ثلاثة وبقينا خمسة أشهر أربعة خمسة، بعدين قلعنا فيها. إذن أنا بالنسبة لي
كانت جزء من مهنتي كصحافي، وأنا بحياتي ما اشتغلت إلا صحافة. نعم، شو روتين اليوم اليوم لسجعان أزة؟ الروتين اليومي أولا شيء قاعد بقدمة عندي بيت مع جنين صغيري بيطل على الخليج وعلى الجبل. بالصبح أول شيء بعمله بقرة الجرايد، بعدين بقرة شوية كتب، بعدين بكتب اتصالات تليفونية، بعدين بعض الاجتماعات بتكون بطلع على الكركي أوقات ووجبات واجتماعات. يعني حياة، أنا ما عندي حياة هيك واو، أنا حياتي كتير بسيطة متواضعة عادية. حتى لما بنعزم حدا على البيت عزيمنا ما بتتعدى 8 أشخاص، وأنا أساساً بروح على مناسبات ما بروح على عشوات فيها أكثر من 10 أشخاص. شو الهواية اللي بعدك بعدك عنا عفواً المنصب؟ أنا مني أسير ولا هواية، أنا هوايتي بالحقيقة هي الكتب، المبيد، عندي كوليكسيون مجموعة أنين مبيد قديمة كتير، واللوحات الفنية. أنا هاوي أجمع لوحات فنية وأنين مبيد وكتب، هودي الهوايات تبعولي بالإضافة إلى محبة الناس وعلاقاتي معهم وكتابة الشعر الغزلي. ولكن الشعر الغزلي اللي كاتبه اللي حوالي 3 دواوين هودي ما حدا قريهم غيري. ليه؟ لأنه هودي لا إلي، ما بحب أكشف غزلي فيه. غزلي على مثل ما بدك على ذوقك يعني. اليوم عينك على رئاسة الجمهورية؟ أنا؟ نعم، أنا ما عندي عين على شيء، خاصة بقصة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ما قصة شاب واستحلى، منا صبية حلوة بتفكري تنغرمي فيها أو تتجوزيها أو تخطبيها، مش هيدا رئيس الجمهورية. رئيسة الجمهورية هي بتكلل نضال إنسان معين. أنا انطرح اسمي لرئيسة الجمهورية وفي مرجعيات حكتني بالموضوع وبكل تواضع كان جوابي. هلأ حكيوك بهالفترة؟ إيه بهالفترة. نعم. وبكل تواضع كان جوابي إني أنا ما رح اتواضع، أنا يمكن يكون عندي مواصفات رئيس الجمهورية، ولكن ما بعتقد إنه مواصفاتي يلي بتنسجم مع رئاسة الجمهورية، هالمواصفات ما بتنسجم مع النواب اللي بدهم ينتخبوا رئيس الجمهورية، لأني أنا شخص لا أدجن لا أروض، ما بقبل الضغط، ما بقبل المساومات ولا التسويات ولا المؤايضات، ورأيي بيكون رأي لمصلحة لبنان. وبعدين عندي مواقفي الوطنية يلي مواقف صريحة، ما بعتقد انها بتشكل ملتقى كل الاطراف. انا ما بنفي اني انا فريق بهالصراع القائم بلبنان، وبعتقد حظوظي اني صير رئيس جمهورية منا متقدمة، لانه المواصفات يلي طالبين النواب او الكتل السياسية او المنظومة السياسية بدهم رئيس جمهورية، بدهم مرشح للرئيس يقدروا يروضوه ويقدروا يأثروا عليه. أثروا على رئيس ميشيل هون؟ نعم، أثروا على رئيس ميشيل هون. أكثر رئيس صار في عليه تأثير هو رئيس ميشيل هون، يعني شفنا تأثير حزب الله عليه والمنظومة اللي موجودة حوله ويلي غيرت ميشيل هون يلي كان ما قبل الرئاسي. بتفضل الجنرال ميشيل هون أو الرئيس ميشيل هون؟ أكيد فضل الجنرال ميشيل عون، لبل أكثر من هيك فضل الكولونيل ميشيل عون يلي كان رأس الحرب في المقاومة اللبنانية إلى جانب بشير جميل. مين أفضل رئيس جمهورية بالنسبة لك؟ بشير جميل دون أي منازع، وهيدا أهم عهد إجا على لبنان وأطول عهد، لأنه ب21 يوم فقط غير المجتمع اللبناني. ولكن مع الأسف لما استشهد
رجع كل شيء إلى قبله. وأنا بعتقد وعم بحكي بكل ضمير، المسلمين في لبنان خسروا بشير جميل أكثر من المسيحية، لأني كنت أعرف شو مشاريع بشير جميل بالنسبة للحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين. الوزير السابق سجعان أزلي، شكرا لك. هل كنت مسؤولا بحدد الرأي العام؟ أما اليوم فكنت مسؤول على طاولتي، والأسبوع المقبل شخصية جديدة كانت مسؤولة. ما تنسوا تتابعونا على منصات لبنان الكبير، تويتر، فيسبوك وإنستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب ما تنسوا السبسكرايب. انتظرونا.